السلام عليكم. اكيد ان شاء الله عن الالكترولايت ديسيربنس اند الاسيد بيز امبالانس. اول حاجه الالكترولايت ديسيربنس عندنا الهايبو رهيب الهايبو هايبرناتريميا والهايبو والهايبرتريميا. الهايبو ناتريميا معناها ايه؟ معناها مصاص صوديوم. اولا مصاص صوديوم في الدم من 135 ل 145 ملي كوفيلنت بير لتر، تمام؟ طب لو اقل من 135 بنسميها الهايبو ناتريميا، اكثر من 145 بنسميها الهايبر ناتريميا. طيب الهايبو ناتريميا يعني معناها مصدر الصوديوم في الدم اقل من 135 ملي اكويفالنت بير لتر. طيب الايتيولوجي ايه اللي يخلي مستوى الصوديوم قليل؟ اولا انا هقيس السنترال فينس بريشر، هركب سنترال لاين واقيس السنترال فينس بريشر واشوف هل في هايبر فوليميا ولا هايبو فوليميا ولا ايه فوليميا. بشوف الضغط بتاع السنترال فينس بريشر ده، بشوف مستوى الميه، مستوى البلازما، هل هو كتير هايبر فوليميا ولا نورمال الايو فوليميا ولا قليل الهايبو فوليميا. لان قال لك الهايبوناتريميا دي يعني مستوى الصوديوم يكون قليل نسبة إلى المية، يعني نسبة إلى الفوليوم بتاع الدم. ساعات بيبقى معاها هايبوفوليميا، ساعات معاها هايبرفوليميا، ساعات معاها ايوفوليميا، يعني الوزن مش بيتغير، تمام؟ يبقى إذا الصوديوم هيتغير، الصوديوم كده كده هيبقى قليل هايبوناتريميا، ولكن مستوى المية أو مستوى البلازما يا إما يبقى قليل هايبوفوليميا، يا إما نورمال ايوفوليميا، يا إما عالي هايبرفوليميا. بنعرفها إزاي؟ بالسنترال فينس بريشر. طب ليه بيقول كده؟ لأن كل واحدة من دول هيختلف فيها السبب اللي بيعملها، وكل واحدة منهم هيختلف المانجمنت عن الثانية. طيب عندك الهايبوفوليميك هايبوناتريميا، يعني ايه هايبوفوليميك؟ يعني المية قليلة، البلازما قليلة، مستوى الفوليوم بتاع الدم قليل، تمام؟ هايبوناتريميا معناها الصوديوم قليل أقل من 35 مللي كوبري بير لتر. طب إيه اللي يعمل هايبوفوليميك هايبوناتريميا؟ يا إما أنا فقدت من الكدني، يا إما فقدت بره الكدني، يا إما رينا لوس إكسترا رينا لوس، رينا لوس، واحد بياخد دايوريتك، أصلاً هو بياخد دايوريتك عشان ينزل الصوديوم وينزل المية. تمام، عشان ينزل صوديوم وينزل ميه، وده كده ايه؟ ده اصلا هو بياخد لاسكس عشان كده اللي هو اللوب دايوريتيك او السلايزايد، غالبا لوب دايوريتيك عشان ينشفه، عنده مثلا عنده هايبر فوليميا او عنده هارت فيلير او عنده هايبر تنشن عشان ينشفه ميه دي. قال لك ايه؟ انا بنشف العيان بديله بقى لاسكس طبعا بايه؟ بميجرمنت معينه. طيب المهم انا بياخد دايوريتيك وبردوز فبيحصل له هايبر ناتريميا او هايبر فوليميا. الاديسون، الاديسون ده معناه ايه؟ معناها اوجستين اوريلي، اوجستين كان شغال على بلانس الاكسيد اللي ممكن ليه بار وبس كونتيتيود موجود في الكومنتيك كورتيكال كوليك انتدكت. كان بيشتغل على انتراسيلولار ريسبتور، قلنا كان بيحصل كده بيشتغل على انتراسيلولار ريسبتور وبيعمل بيزود الاكتيفيتي بتاع الصوديوم والبوتاسيوم اللي بيتصنع على البيز ولاكال بوردر، وبيزود الاكتيفيتي بتاع الصوديوم والبوتاسيوم اللي بيتشنن على البيز ولاكال بوردر. المحصله في الاخر بيعمل صوت ووتر تنشن، يعني بيزود الصوديوم في الدم وبيزود الميه في الدم وبيعمل البوتاسيوم هيدروجين اكسكريشن. دلوقتي الاوجستين بريجن ف الافكت بتاعه هيبقى معاكس، يعني انا جاي الاوف على الفور هو كان بيعمل صوت ووتر تنشن ما عادش فيه اوجستيرون، فيحصل صوديوم ينزل في اليورين والميه تنزل في اليورين، فيحصل هيدروجين. صوت لوزنج نيفروبتي ده مشكله في الجول كده بتنزل الصوت في اليورين. طيب اكسترا رينال كوز يعني معناها الصوديوم معناها اليورينري صوديوم اقل من 20 مللي اوكرات مللي، ده معناها ضيارية، ضيارية بيفقد البوتاسيوم ده بياخد ازل الصوديوم بيدخله في الاسهال ضيارية، تمام؟ اليوم لا تمت الكدني بسرعه، مالهاش دعوه بالكدني، تمام؟ هي اكسترا رينا كذلك الهم لما يجي يرجع بيرجع من برجع ميه وبرجع الكترولايت، من ضمن الالكترولايت اللي برجعها دي الصوديوم، الصوديوم بيطلع في العرق ملح، ميه وملح. والبيرن، بيرن مينلي بيفقد بلازما بس برضه ممكن ياخد شويه الكترولايت. طيب ده كان الهايبوفوليميا. طب الهايبرفوليميا انا هقيس السنترال فينس بريشر لقيت مستوى الفوليوم بتاع الدم لقيته عالي، يعني معناه كده هايبرفوليميك هايبوناتريميا. بتحصل غالبا في الايدينا، بتحصل غالبا في الايدينا، تمام كده؟ يبقى الصوديوم قليل، وهنا الهايبرفوليميا يعني الفوليوم بتاع الدم قليل، الفوليوم بتاع الدم كبير. طب ايه اللي يكبر الفوليوم بتاع الدم؟ يا اما هارت فيلير، هارت فيلير، كونجستيف هارت فيلير، يا اما هيباتيك فيلير، يا اما عندك رينال فيلير ونيكروتسين. الايوبوليميك هايبوناتريميا، الايوبوليميك يعني الفوليوم بتاع الدم نورمال، نورمال فوليوم نوبي هنا دي بتحصل في السياده سندروم ان ابروبريت اي اتش اكسكريشن بيحصل ووتر ريتينشن. اي اتش دي كان بيمنع دايوريسيس الانتي دايركت هرمون ده، تمام؟ لو بيعمل هيحصل ووتر ريتينشن، هيحصل ايه؟ ووتر ريتينشن. بيحصل ايه؟ سندروم فينا بروبليت في اتش سكريشن بيحصل ووتر ريتينشن، فبيحصل ايه؟ ايوبوليميا، ايوبوليميك هايبوناتريميا. طب الهستريك البوديبسي واحد بيشرب ميه كتير حاجه هستريك. طب قلنا الكلام ده بالتفصيل في الدايبيتس انسبلس في الاندوكراين سيفير هايبوثايرويدزم مش معرفش كلام دايوريتكس ممكن تعمل هايبوبوليميا ممكن تعمل ايوبوليميا، ماشي؟ طيب السودو هايبوناتريميا بتحصل مع الهايبر جلايسيميا والهايبر ليبيديميا والهايبر بروتينيميا. بيقول لك كل زياده في الجلوكوز، كل زياده جلوكوز حوالي 100 ملي جرام بي ال، كل ما زاد الجلوكوز مقدار 100 ملي جرام بي ال
هيقل الصوديوم بمقدار 1.5 مللي اكتوبر كل ده، تمام كده؟ يبقى لان الجلوكوز بيعمل انتر سيلولار شيفت، الجلوكوز بياخد الكريون معاه ويخش جوه الخليه، بيعمل دايليشن دي، بيعمل دايليشن دي الصوديوم، تمام كده؟ فيعمل هايبو ناترين، يعني هايبو ناترين، ماشي؟ ماشي. عندك الريمبر، يبقى الجلوكوز بيعمل شيفت للفلويد للباسكوليتشر، فبيعمل دايليشن دايليشن هايبو ناترين. قال لك ده كان زمان، لان الاجهزه كان في مشكله في الاجهزه برضه، كانت بتساعد تطلع صوره حلوه ناترينيا، ما عادش موجوده كده، تمام؟ طيب الفورمولا دي نحفظها، السيرم اوزمولاريتي، السيرم اوزمولاريتي بيساوي 2 في الصوديوم زائد جلوكوز على 18 زائد درجه دي على 2.8 من 10، ماشي؟ طيب الكيميكال بيكشر، لما ايه الصوديوم اللي يحصل؟ ايه الصوديوم ايه اللي يحصل؟ طيب نوزيا مريض، نوزيا مريض سي ان اس سيمتوم، سي ان اس سيمتوم يعني هيديك كونفيوشن كونفيوجن كوما ريسبيرتوري ريسك ديث. طب ايه تريتمنت؟ لو مايل هايبوناترينيا لو ريستريكشن، او ناخد نورمال سلاين. طب لو مايل هايبوناترينيا ياخد نورمال سلاين، ياخد لوب دايركت عشان افويد الهايبو، افويد الهايبر فوليميا، افويد اي هايبر فوليميا، ماشي؟ طب السبير هايبوناترينيا سريع الصوديوم قليل جدا، فبياخد هايبر كام سلاين؟ 3% سلاين، تمام كده؟ بياخد فازوبريسن، بيعمل فازوكونستريكشن زي اللي هو ايه تولفر باندا، التولفر باندا انما في فازوكونستريكشن. لما ايه الصوديوم كان بيعمل ماسل كرامبس، ماسل ايه كرامبس؟ الصوديوم ريبليسمنت لازم اعمل جراديوال كوريكشن، ما ينفعش اروح رازع العيان كده شويه صوديوم بمقدار كبير، ليه؟ لان ده هيعمل دي مايلينيشن في النيرف سيلز، دي مايلينيشن في النيرون بتاعت البرين، تمام كده؟ اوزموتيك دي مايلينيشن ممكن يحصل سيليبر اوتوجين، ماشي؟ فانا بديها ايه؟ بديها جراديوال. الريت اوف رايز، انا دلوقتي الصوديوم قليل، الصوديوم قليل، انا عايز اعلي الصوديوم في الدم، ما ينفعش اعلي مره واحده، اعديه من مقدار معين، اقصى حاجه، اقصى حاجه اعليها 1 مللي ايكوبلنت باور، يعني كل ساعة بعلي 1 مللي اكويفالنت، أو في اليوم الفاينل صوديوم كونسنتريشن ما يعديش 130 مللي اكويفالنت بير لتر، هو نورمالي 135، 5 لو مش مشكلة هيبقى عوضهم عن كده، بس ما عشان حتى يعني إيه احتياطي احتياطي آخرك 130، ما توصلش حتى 135، تمام كده؟ يبقى أنت كل ساعة بتزود واحد، كل ساعة بتزود 1 مللي اكويفالنت، تمام كده؟ آخرك 130 مللي اكويفالنت بير لتر، تمام؟ طب الصوديوم ريكويرمنت بحسبه إزاي؟ التوتال بادي ووتر في 130 ناقص الكرنت صوديوم سيرم صوديوم. ازاي؟ عندك دلوقتي التوتال، عندك 130 ناقص الكرنت صوديوم سيرم صوديوم، يعني مثلا انا قست الصوديوم 110 مثلا 110، يبقى 130 ناقص 110 يعني 20. كده التوتال بادي ووتر، التوتال بادي ووتر بيحسبوها 60% من البادي ويت في الميل و50% من البادي ويت في الميل، تمام؟ فرضا ان الراجل ده وزنه 100 كيلو جرام، وزنه 100، تمام كده؟ يعني الميه بتاعته كام؟ الميه اللي عنده في الجسم يعني 60 كيلو. 60 كيلو ماشي، 60 في 20 يبقى كام؟ 6 في 2 ب 12 يبقى كده 1200 مللي، 1200 مللي اكويفالنت ياخدهم، تمام كده؟ عشان اعوض مين؟ عشان اعوض ايه؟ الصوديوم. اعوض ايه؟ اعوض الصوديوم اللي ناقص، ماشي؟ يبقى نحسبها ازاي؟ التوتال بادي ووتر في 130 ناقص الكرنت سيرم صوديوم. الهايبر ناتريميا الصوديوم عالي، اعلى من كام؟ اعلى من 145 مللي اكويفالنت بير لتر، تمام؟ ده معناه ايه؟ يا اما فقدت ميه، يا اما فقدت ميه، يا اما خدت صوديوم كتير. انا دلوقتي الصوديوم عالي، يا اما خدت صوديوم كتير من بره، يا اما فقدت ميه، فلما فقدت ميه زودت تركيز الصوديوم. طيب انا هفقد ميه، هفقدها ازاي؟ يا اما رينال، يا اما جي اي تي، يا اما مش بشرب، تمام؟ يا اما انسنسبل، انسنسبل دي اللي هي العرق والزفير والجري لما اجي لما اجي، او لو ساخن مثلا، او في حرق، الحرق ده بيفقد لازمه، بيفقد ميه، تمام؟ بين الوسط، اول حاجه بين الوسط، دايابيتس انسلس، دايابيتس انسلس حاجه سنترال او نيتروجين سنترال، ده اللي عنده بوليوريا، وقلنا دايابيتس بس بالتفصيل الممل في الاندوكراين، تمام؟ والزموتيك دايابيتس في ماده كده بتشد ميه، الماده اللي بتشد ميه دي ولكن جلوكوز مثلا، وهيبر جلوسيميا دي شاده ميه، والزموتيك دايابيتس ماليش دعوه بالاوتوبايت، هو نفسه بيشد ميه وينزل بجلوكوز، تمام؟ او زي ما نيتول، النيتول ده ماده اوزموتيك دايابيتيك، اوزموتيك دايابيتيك ده من بره، في حاله السيربرال ايديما، حاله ايه؟ السيربرال ايديما او الانترستيشال ايديما، ماشي؟ ده ايه مانيتول؟ يبقى اما ماده كده ماده مسكره كده تروح شاده الميه حواليها اللي هي عنده هايبر جلايسيميا تديك ايه؟ والهايبر جلايسيميا هايبر كيتوليك ناقص من الكوما دي اللي هي اتش اتش ام كي، تمام؟ والمانيتول الجي اي تي بص، جي اي تي بص اوزموتيك دايري، اوزموتيك دايري يعني في حاجه في ماده في جي اي تي بتشد ميه، ايه الماده دي؟ زي مثلا اللاكتوز انترانس، اللاكتوز انترانس احنا قلنا عندك الدايسكرايد اسمه اللاكتيز، اسمه اللاكتوز ده الدايسكرايد اسمه اللاكتوز، في انزيم بيكسر اسمه اللاكتيز، اللاكتيز ده قليل ليه؟ في مشكله في براش بوردر، خلايا الجي اي تي عليها براش بوردر، براش بوردر ده في دايسكرايدز انزايم،
اللاكتيز انزيم ده قليل عشان البرش بودر مضروب، لما تيجي البرش بودر مضروب فاللاكتيز انزيم قليل، فاللاكتوز هيتراكم ويشد ميه حواليه وينزل ينزل في السول، يعمل اوزموتيك بكتيريا، او عنده مال ابسوربشن سندروم برضه مش بيمتص، فالاكل كله بينزل في الجوانتين ويلم ميه وينزل في السول، تمام؟ او انفكشوس بكتيريا تبقى سكريتوري ضارب الابزورب، بيضرب الابزورب في الخلايا الخاصه بالابزوربشن، فالاكل بيركن ويعمل ايه؟ بيزود السكريتوري سيلز، بيزود الجلد السن، فبيزود الميوكس سكريشن، فبيبقى ايه؟ البكتيريا بتبقى وتري وتري طايره. طيب عندك الانسنسبل ووتر لوس، ده بيدخله من الستيم سواء العنق او سواء الحرق، الحروق دي بيفقد التقطيع بتاعت الحروق دي بيبقى فيها رزمه، تمام؟ طيب البقاليل دي او البقاليش دي اللي هي الفيزيكال دي، تمام؟ طيب الفيبر او اكسرسايز، كل ده بيفقد ميه بنسميها انسنسبل ووتر لوس او ريسبيراتوري انفكشن، ريديوس ووتر انتيك مش بيشرب، ده في الالدر، في الالدر ليه؟ عشان عندهم الستريس سنتر اللي من مركز العطش في مشكله، عنده انسنسبل يعني ايه؟ الحساسيه بتاعت مركز العطش قليله شويه، واحنا قلنا الاتش اتش ان كي كانت بتحصل اكتر في حاله في عيان اولد ايج، في عيان اولد ايج، تمام كده؟ كان عنده شويه انسولين بسيطه كافيين ان هم يمنعوا الكيتوزس، ولكن مش كافيين ان هم يمنعوا الهايبر كالسيميا، يبقى عنده هايبر كالسيميا اكتر 600 اكتر 900 كمان، تمام؟ لان هو مش بيحس بالعطش. لو كان حس بالعطش كان هيعادل الاوزمولاريتي دي ويشرب ميه، ولكن عنده في مشكله مركز العطش فمش بيشرب ميه، تمام؟ طيب الانفانت والانتيوبيت تيشن، انتيوبيت ده واحد مثلا كوماتوز ده مثلا، تمام كده؟ فمش بيشرب، ماشي؟ هنتركب ان اجيبه كده، فاصلا بيدوا له الميه والاكل والشرب بتاعه بايه؟ بالنسبه للتيو او الانترنس تيوشن، فمش بيشرب اصلا، تمام؟ طيب الصوديوم جين، يعني واحد كال صوديوم يا اما هايبرجينيك، يعني واحد بياكل هايبر تنس صوديوم بالتحميل كعلاج يعني، او صوديوم بايكربونيت، البايكربونيت ده بيسموه مثلا لو في ميتابوليك اسيدوزس، بياخد وضع ميتابوليك اسيدوزس بيدوا له صوديوم بايكربونيت، فالصوديوم ده البايكربونيت ماسك في صوديوم، هو بياكل صوديوم، بياكل ايه؟ صوديوم، او في ادويه معينه زي الكاربنسلين ده، الكاربنسلين بيبقى موجود في الصوديوم، او السي ووتر انجيشن اللي هو الايه؟ اللي هو الاسماك، بعض الاسماك هنا فيها الاملاح، الاملاح زي ايه؟ زي الصوديوم. طب الصوديوم ريتينشن ده بيحصل لك حرق كوشنج وكونز والكرونيك كونفيجر، تمام كده؟ ده الكونز والكوشنج ده انكريس، الكونز انكريس الكوليسترول، الكوليسترول بيعمل صوت ووتر تنشن، والكوشنج انكريس الكورتيزون، والكورتيزون هو الكوليسترول بقى بيعمل ايه؟ صوت ووتر تنشن. طيب الكلينيكال ريكشر تعتمد على مين؟ تعتمد على الديجري والريت اوف هايبر ناتريميا، تعمل سي ان اس مانيفستيشن سيزر سوتوما، بتعمل الثيرست سنسيشن ديو تو هايبر تونيسيتي، يعني انكريس الاوزمولاريتي، زياده تركيز الالكترونيت، زياده تركيز التائبات في الجسم، يبدا ايه يعمل ايه؟ استنجليت الاوزمول ريسبتور، استنجليت الثيرست سنسيشن، يبدا يشرب ميه، تمام؟ طيب في الاولد ايج بتبقى قليله شويه. طب البوليوريا والبوليوريا على حسب السبب، لا البوليوريا لو مثلا كورنت انفيلور، البوليوريا لو مثلا دايليس انفيلور او ايا كان، تمام؟ طب اكسبريشن هل في ساينس اوف بودي امبريشن، ساينس اوف ديهايدريشن، وعنده كمان هايبر ريفلكسيا. طيب عندك الكرونيك هايبرناتريميا، لا ده في الاكيوت، احنا قلنا في الاكيوت، اما الكرونيك بتبقى اقل شويه، لس سي ان اس سيمبتومز. التريتمنت هيديله ايز وتونك سلايم اللي هو الفيس سيريش سلايم 19%، تمام؟ طيب ماشي. عندنا الكوريكشن، الكوريكشن للهايبر اناتريميا ليميتد نوت مور ذان كام 5/10، يعني بعمل كوريكت بس مجرد 5/10، هناك في الهاي هناك في الهايبرناتريميا كنا بنكوريكت حوالي 1، يعني احنا بنكوريكت كام؟ 5/10. 5/10 في اليوم بتوريك 12 مللي اوكلام، في اليوم بتوريك كام؟ 12 مللي اوكلام، يعني بقلل الصوديوم كام؟ 12 بس في اليوم. طب الووتر ديفيسيت كالكوليت ازاي؟ عنده ميه قليله كالكوليت ازاي؟ 6/10 في البادي ويت في الكرنت صوديوم على 140 ناقص 1، المعدل ده كام؟ تمام كده؟ بيحسبوا كده، يبقى 6/10 في البادي ويت، يعني 6/10 مثلا في 100، في مثلا الكرنت صوديوم وليكن مثلا عنده 150 على 140 في ناقص 1 ونطلع الناتج ده كده الديفيسيت الووتر ديفيسيت اللي بيحصل. الهايبوكاليميا معناها ايه؟ البوتاسيوم قليل، البوتاسيوم نورمال من 3.5 ل 5.5 مللي اوكيبالت بير لتر، تمام؟ لو اقل من 3.5 بنسميها هايبوكاليميا، لو اكتر من 5.5 بنسميها هايبركاليميا. طيب الهايبوكاليميا معناها البوتاسيوم قليل، اقل من 3.5 مللي اوكيبالت بير لتر، معناها ايه؟ البوتاسيوم يا اما بيخش جوه الخلايا يا اما بيفقده. بيخش جوه الخليه ازاي؟ الانسولين، الانسولين ده بيروح جايب جلوكوز ويدخله جوه الخليه، الجلوكوز عشان يخش جوه الخليه بيسحب معاه بوتاسيوم فيحصل هايبوكاليميا. البيتا 2 ادونس، البيتا 2 نفس الحوار برضه بيدخل البوتاسيوم جوه الخليه. والالكالوزس، الالكالوزس برضه بيدخل البوتاسيوم جوه الخليه. الكالوز معناها الهيدروجين، ايون هيدروجين موجب قليل، ايون هيدروجين موجب قليل بره الخليه، تمام كده؟ فايه اللي بيحصل؟ انت مثلا لو الاتش عالي، الاتش ايون هيدروجين موجب عادي، ايه اللي بيحصل؟ بيخرج بره، بيخرج الهيدروجين من بره من جوه لبره،
الانتراسيلولر اكسترا عشان ميعاد الالكالوز ده. تمام. طيب لازم ادان ده، ادان ده شحنه مدمره، لازم شحنه مدمره ده تخش جوه. تمام. مين اللي هيخش جوه؟ البوتاسيوم. ماشي. طيب عندك الهايبوثيرميا برضه ممكن تعمل كده، بتلخبط الهرمون اللي بتسال ده. رينال، رينال بص بيفقد بوتاسيوم في الكيدني في اليورين، يا اما رينال تيوبر اسيدوزيس تايب 1 تايب 2، يا اما دايوريتيك فيز اكيوت انفيلير. الاكيوت انفيلير الكيدني مش قادره، مش قادره ايه في الاول بتبقى بتعرف ايه، بتعرف تمنتين البوتاسيوم ليفل، بعد كده ما بتقدرش، ما بتقدرش تتحكم في البوتاسيوم ليفل وتنزله ايه في اليورين، بيحصل حاجه تانيه. طب رينال ارتر ستينوزس، رينال ارتر ستينوزس هيقلل البوليسترول الكيمي، فرينال البوليسترول فجي اف ار هيقل، فمستوى الصوديوم اللي وصل، مستوى الصوديوم مستوى المضاد اللي نازل اللي وصل بيه الماكل لانس هيقل، فتحس شويه ان مستوى الصوديوم قليل، فتبعت اشاره لجاك ستار ريمايندر سيلز انها تطلع رينال اللي بيحول انجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1 اللي هيتحول لانجيوتنسين 2. انجيوتنسين 2 هيزود الكوليسترول، الكوليسترول هيعمل صوت وتركنشن وبوتاسيوم هايدروجين اكسكريشن، هيحصل بوتاسيوم اكسكريشن نتيجه لفعل الالدوستيرون. تمام. فالبوتاسيوم ينزل في الدورين فيحصل هيبوكالمي، الكونز والكوشنج، الكونز انكريس الدوستيرون، صوت ووتر تنشن وبوتاسيوم اكسكريشن، الكوشنج انكريس كورتيزون الدوستيرون لايك، فينزل البوتاسيوم في الدورين فيعمل هيبوكالمي. الدراج زي دايريتك اللاسكس والسايزايد بيعمل هايبوكالمي، يعمل ايه؟ بيعمل هايبوكالمي. ده كان شغال على، ده كان شغال على الصوديوم كلورايد بوتاسيوم كوتر سبورتر مولكيول التيك اسين بافر غوريلو هنري، والسايزايد شغال على الصوديوم كلورايد كوتر سبورتر الموجود في في الديستال كومبريتد كليو اللي بيعمل هايبوكالمي. ماشي. طب الكورتيزون برضه شغال نفس الحوار برضه، وانفوتوسين بي هايبوماجنسيميا بتنتقل مع مين؟ بتلخبط مين؟ البوتاسيوم ريابسوربشن فيبدا ينزل في الورم. البارتر والجيت مان سندروم ده اوتوزومال ريسيسيف كيدني ديس اوردر، ده رير، رير كوز. يبقى اوتوزومال يعني بيشتغل على الكروموسومات الجسديه، والريسيسيف يعني تنحي، يعني لازم يكون نقي عشان يظهر. يقدر يظهر هايبوكاليميا والكالوزس، يعني سندروم بيبقى موجود عباره عن هايبوكاليميا والكالوزس، بيبقى اوتوزومال ريسيسيف. طيب اكسترا رينا انا بفقد بس من بره الكيدني، بفقد ازاي؟ اما ضيريه بيفقد، بيفقد الكترولايت من ضمنها، من ضمنها البوتاسيوم، المرض فورميشن مش عارف يمتص، مش عارف يمتص الالكترولايت من ضمنها البوتاسيوم، الفوميتنج بيفقد الكترولايت وميه واسيد وكده، من ضمن الالكترولايت اللي بيفقدها البوتاسيوم، اسبيريشن الجي او تي كونتنت انا هسحب الجي او تي كونتنت، هسحب العصير بتاع الجيوس، تمام كده؟ من ضمنه الالكترولايت، هسحب الالكترولايت من ضمنها مين؟ البوتاسيوم. في يعني عندنا يوريتر سيلمودستمي، ممكن ده بيبقى يوريتر دايفيرتد انتو سيلمون كولون. تمام. طيب عندنا الفيلس ادينوما، الفيلس ادينوما ده سيكريت وريد دايريا، الكلينيكال بيكشر اسن بوينت فور مايل ديجري، مايل ديجري ازاي يعني؟ يعني بتقسم بيبقى من 2.5 ل 3.5، من 2.5 ل 3.5، لسه مش قليل قوي، بيبقى اسن كوماتيك. طب السيرة مصر، مصر ويكن ساكو باراليس اند كرامس، تمام كده؟ والسبايكل مصر باراليس يحصل بيرفرال سبايكل كبيرة. احنا قلنا كل الالكترولايت اللي بتعلق في الزيت تعمل كونفالجن ما عدا البوتاسيوم لما يعلق في الزيت بيعمل باراليس. على السموس مصر برضه بيعمل ايه؟ بيعمل ويكنس اب تو باراليس باراليتيك اليس في الشغل دي. تمام. طيب الكارديك مصر بيعمل اريدمي هايبوكاليميا، ما بتعملش سيريس فنتريك اريدمي وهايبوكاليميا، بتزود الاريدميك افكت اسوشيتد مع بعض الكونديشن زي الهايبوكاليسيميا والهايبوماجنيسيميا والديجيتال توكسيسيتي والام اي تمام والمايكرويد اسكيميا. الاس جي هلاقي البرومنت ويف برومنت كي تي انترفال والبريست اس سيجمنت والفلاك بالشكل ده. ده كده شكل ايه؟ الهايبوكاليميا، ده شكل هايبوكاليميا. طيب عندك الميتابوليك الكالوزس والهايبوكاليميك نيفروباثي بيخلي في غير حساسه انسنس ده للاي دي اتش، للاي دي اتش افكت فيعمل نيفروجين بايريز انسيدرس، بيعمل ايه؟ بيحصل ايه؟ بوليوريا وبوليديبسي. التريتمنت، التريتمنت كوريكت ذا كوز، عالج السبب في المايل كيس. البوتاسيوم ريبليسمنت اديله بوتاسيوم كلورايد، بتاع دي اورال، اورال في معظم الحالات لو سبيل هايبوكاليميا يبقى انتروفينس عشان تبقى دي حاله ايمرجنت تتطلب منها التدخل بسرعه وزياده مستوى البوتاسيوم بسرعه. ماشي. توتال بادي، توتال بادي بوتاسيوم عباره عن 3500 ملي اكوبرنت بالليتر. تمام. كل ما قل السيرم بوتاسيوم 1 ملي اكوبرنت ده معناها 10% من التوتال بادي بوتاسيوم. تمام. طيب قال لك ايه؟ البوتاسيوم كونسنتريشن ما يعديش 60 ملي اكوبرنت بالليتر، الريت اوف انفلوشن ما يعديش 20 ملي اكوبرنت. تمام. اعمل كلوز اوبزرفيشن، اعمل كلوز ايه اوبزرفيشن، الانبول، الانبول بتاع بوتاسيوم ميكس ويز في السيرجيكال ساين 19% ما استخدمش جلوكوز، لان لو استخدمت جلوكوز الجلوكوز هيعدي الانسولين، الانسولين هيدخل الجلوكوز جوه الخلايا هيعمل هايبوكاليميا، مور هايبوكاليميا ورس ان ذا كونديشن. تمام. فبياخد معاه صاليا 19%. ريفراكتوري هايبوكاليميا دي يعني ايه؟ انا مش عارف اعالج الهايبوكاليميا دي، فممكن يكون السبب بتاعه هايبوكاليميا والهايبوماجنيسيميا، فانا بعالج الهايبوماجنيسيميا الاقي الهايبوكاليميا احسن. طيب الهايبر كاليمي
حمض البوتاسيوم من 3 ونص ل 5.5 مللي اوكتوبر لانك بالليل، تمام. لو لقيته اكتر من 5 مللي اوكتوبر اكتر من 5.5 معناها هايبر كاليميا، تمام. مايلد ومودريت وسيلير، مايلد من 5 ل 6، مودريت من 6 ل 7، وسيلير اكتر من 7. ايكيولوجي في اكسترا سيلور شيفت، يعني البوتاسيوم خرج بره الخليه، وامبير ريبر اكسكريشن يعني مش بينزل في الورين، تمام. فبيتحبس في الدم فبيعمل، او اكسس انتيك، انا باخد بوتاسيوم كتير، تمام. طيب عندك الايكولوجي او حاجه ايه، اكسترا سيلور شيفت يعني البوتاسيوم خرج بره الخليه، عكس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، عكس اللي احنا قلناه في الهايبر كاليميا. الالكالوزيس كان بايه؟ كان بيعمل هايبر كاليميا، يبقى الاسيدوزيس هنعمل هايبر كاليميا. البيتا اجونيست كان بيعمل هايبر كاليميا، يبقى البيتا بلوكر هيعمل هايبر كاليميا. الكونفرجن رد مايلايز بتكسر الخلايا فبتطلع محتوياتها، بتكسر رد مايلايز دي ده بتطلع بتكسر المسلز فبتطلع محتوياتها، بتطلع البوتاسيوم بره. الترومة، كمان الترومة برضه بتكسر، الكراش سندروم، الكراش سندروم بتكسر الخلايا فبتطلع المحتويات بتاعتها. الديجيتال استوكسيسيتي والانسولين ديفيشنسي، الانسولين ديفيشنسي الانسولين كان بيدخل الجلوكوز جوه الخليه وياخد بوتاسيوم معاه، دلوقتي ما عادش في انسولين، الجلوكوز هيبقى بره عادي في الدم والبوتاسيوم مش هيدخل جوه الخليه ولا عادي في الدم. امبير رينال اكسكريشن في الاكيوت اندوثيليوم، احنا قلنا البوتاسيوم في بدايه الامر، في الايرلي ستيج بيبقى الرينال، بيبقى الكيمي قادره على، ايه؟ على المينتنس اوف بوتاسيوم ليفل في السيروم، تمام. دلوقتي البوتاسيوم بعد كده فيما بعد تتفاقم حاله الكيمي، يحصل ديتريريشن اوف رينال فانكشن سبيشالي في الاكيوت اندوثيليوم، بيبقى رابد ديتريريشن، وبالتالي مش قادر تستوعب، مش قادر تعمل مينتنس، للبوتاسيوم ليفل، فبتنزله في الورم فبيحصل هايبو كاليمي، فبيحصل ايه؟ قصدي بيحصل هايبر كاليميا، مش عارف انزله مش عارف انزله في الجرم. طيب اند ستيج كرونيك رينال ديزيز، احنا اند ستيج ليه؟ عشان في اول كرونيك بيبقى يعني قادر يمنتين الليفل، بعد كده مش قادر يمنتين الليفل، فبيجي بينزل ما بيعرفش ينزله، فبيحصل ايه؟ بيحصل هايبر كاليميا. نفريتك سندروم برضه، والاديسون، الاديسون ده يعني ايه؟ نقص الالدوستيرون، كان بيعمل بوتاسيوم اكسكريشن، دلوقتي ما عادش في الدوستيرون، الالدوستيرون قليل، بيحصل هايبر كاليميا. والاس انهبيتور والبوتاسيوم سبيرنج بايروتو زي السبايرون ولاكتون، ده نون، ده الدوستيرون انتاجونست، تمام كده؟ في عندنا الدوستيرون انتاجونست ونون الدوستيرون انتاجونست، الدوستيرون انتاجونست زي السبايرون ولاكتون، ده شغال على الدوستيرون ريسبتور، بيبلوك الريسبتور بتاع الدوستيرون. الالدوستيرون كان بيعمل ايه؟ صوت اوتوفيشن بس الاكسكريشن، فيمنع البوتاسيوم اكسكريشن فيعمل هايبر كاليميا. في عندنا نون الدوستيرون انتاجونست زي البرايمترين والاميلورين، ده بينتقل مع الشانل اللي بتعمل ريابسوربشن للبوتاسيوم، مع الشانل اللي بتعمل اكسكريشن للبوتاسيوم، مع الشانل اللي بتعمل اكسكريشن للبوتاسيوم، تمام. طيب مش عايزين نخش التفاصيل، في حاجه اسمها بوتاسيوم سبيرنج بريد بتعمل ايه؟ بتعمل هايبر كاليميا. ونقص طريقه برضه من الصحيه، اكسس انتيك، انا باكل بوتاسيوم كتير، يا اما قضيت الموز والفراوله والبرتقال والحاجات دي، تمام. والاي بي ثيرابي، الواحد بياخد بوتاسيوم كلوريد او اي، او ماسك بلاد ترانسفيوجن، ماسك بلاد ترانسفيوجن ممكن فيها اولد بلاد، اولد ارتسيست تكسر وتطلع بوتاسيوم كتير. طب في عندنا سوبر هايبر كاليميا، يعني هايبر كاليميا ما عندوش هايبر كاليميا، ولكن للوهله الاولى ممكن اعمل ايه؟ مس دايجنوز ان هو هايبر كاليميا، ولكن هو مش هايبر كاليميا. طب ايه اللي خلاك هنا؟ قال لك هيمولوس براسانيد، انا لو انا باخد العينه بتاعت الغلط انا عارف التورنيكي، بعمل التورنيكي ده زي حزام كده بايه؟ بربط الدراع عشان اسحب العينه، ربطه الدراع دي بتعمل ايه؟ بتعمل انيروبيك ميتابوليزم، بتزود الايه؟ لاكتيك اسيد، لاكتيك اسيدوز دي تزود طبعا هايبر كاليميا، طبعا ايه؟ هايبر كاليميا، تمام كده؟ وتراكم في الويست برودكت. طب الثرومبوسيتوز والايكوزيتوزس بيريليس الانترا سيلولار بوتاسيوم، تمام كده؟ يعني الكلوك دي بتطلع محتويات الخلية بره بتعمل هايبر كاليميا. ما انتست تنشن او بامبنج بيفور او ديورنج الجين فينشر، تمام؟ وديورنج البروسيسنج ديلاي البروسيسنج وديلاي ديكريس ترانسبورت اوف ستورج تمبريتشر. الكلينيك بيكشر السيرا ماسل ويكنس اب تو فلاسيد باراليسيس. ليه بقى؟ قال لك بيحصل ايه؟ برولونجد دي تو برولونجد دي ديجرازيشن اوف سيل ميمبرين، ممكن التطبيق مع الاكسايتابيلتي، ماشي. قال لك بعد كده في عندك الهايبو فنتليشن، الهايبو فنتليشن يحصل ايه؟ يعني يحصل اسبيرتو ماسل باراليسيس، فيحصل بريفيرال اسبيرتو فيليو، فيحصل هايبو فنتليشن. السموث ماسل يحصل ايه؟ يحصل باراليسيس اللي اسمها ويكنس اب تو باراليسيس فيليس، يحصل كوليك، يحصل كوليك ماشي، يحصل نوزيا بومب. طب الكارديك ماسل الريدمي باراليكارديا هارت دوك هايبو تنشن كارديك ريسك، تمام. طيب اس جي هلاقي التو البيج تي ويف، التي ويف بتبقى طويله قوي، دي في ايرلي ساين، ايرلي ساين بتاع حضرتك في ناس اسمها ستيم ويف، تمام. والواي بي رايس كومبلكس برنامج دي ار انترفال ولوس اوف دي ويف، لوس اوف دي ويف، تمام. ممكن يحصل ميتابوليك اسيدوزس، ميتابوليك ايه؟ اسيدوزس، ماشي. ده شكل كده الهايبر كاليميا بتاع اس جي، هلاقي بيج تي ويف بشكل كده، بيج تي ويف اسمها ستيم ويف. طيب التريتمنت اديله ايه؟ اديله كالسيوم بروكولين،
ما ينفعش اديله كالسيوم بسرعه، اديله كالسيوم سلو 3 مللي او 10 مللي كمان، 10% 10 مللي لتر في المضرب ينزل، فديها بالراحه. ليه؟ عشان ما يحصلش كارديو ريسك. ماشي؟ كونتر اندكيتد لو حاله، لو في حاله الاشتباه. ماشي؟ طبعا اقلل البوتاسيوم انفايت، اعمل انتر سكولشيب، اخلي البوتاسيوم يخش جوه الخلية، اديله انسولين بالاستروز. بالاستروز يعني جلوكوز، يعني اديله جلوكوز واديله انسولين. فبالتالي ما ينفعش اديله انسولين بس، لو اديله انسولين بس هيبقى هايبوجلاسيميا، انا بديله جلوكوز وانسولين، الانسولين يدخل جلوكوز جوه الخليه ويشد معايا البوتاسيوم ويحصل هايبوكاليميا، يعني بيقلل البوتاسيوم لحد ما يوصل للنورمال ليفل. او اديله بتاع تو اجونس سالبيتامول انهيل انهيليشن الاسيدوزس كوركشن كوركت الاسيدوزس بالصوديوم بار كربونيت، بالصوديوم بار كربونيت. تمام؟ طيب قال لك الريموفال البوتاسيوم الكربوناتي ازاي؟ اخليه ينزل البوتاسيوم في اليورين عن طريق دول دايركت او زي دايركت، ايه الافكت اللي كان في الريموفال مش هيستجيب اصلا دايركت. في حاجه اسمها اكستشين ريزن، الاكستشين ريزن ده اورال اللي بيزود البوتاسيوم في راس. ماشي؟ الدايركت از ذا موست افكت ميثود، لان من ضمن الانديكيشن بتاع الدايركت كان هايبر كريم.